لو في ملف مساحته ايه، بيخترقه مجال مغناطيسي بي، البي في الاي هيساوي الفيض المغناطيسي فاي. لو الفاي اتغير مع الزمن هتتولد قوة دفع كهربية electromotive force EMF هتساوي سالب دي فاي باي دي تي. لو كان الملف فيه عدد لفات N فالـ EMF هتساوي سالب N دي فاي باي دي تي. الفاي الفيض المغناطيسي بيساوي B في A كوساين سيتا. فلو الـ B المجال المغناطيسي اتغير مع الزمن، أو الـ A مساحة الملف اتغيرت مع الزمن، أو السيتا اللي هي الزاوية ما بين الـ A والـ B اتغيرت مع الزمن، هتتولد قوة دفعة كهربية، وهو ده قانون فاراداي. مثال: ايه من الاسباب التالية اللي مش هتخلي تيار يتولد في سيركولر لوب موجود في منطقة مجال مغناطيسي؟ لو عملنا كراشنج لللوب او روتيتنج لللوب على محور، او keeping the orientation of the loop fixed، او pulling the loop out of the field، مين في دول انه لو حصل مش هتتولد قوة، مش هيتولد تيار يمر في الملف؟ الإجابة الصحيحة هي C، لأن احنا لما نسيب الملف اللوب زي ما هي وما ندورهاش ما نحركهاش، في الحالة ديت مفيش تيار هيتولد. مثال: كويل بيتكون من 200 تيرنز، شكله مربع، طول ضلعه 18 سنتي، موجود في منطقة مجال مغناطيسي بيتغير من زيرو لنص تسلا في زمن 8 من 10 ثانية. احسب الـ EMF المتولد. نعرف ان الـ E بتساوي ناقص N دي فاي باي دي تي. الفاي B في A، الـ A ثابت اللي بيتغير مع الزمن هو الـ B، فتغير الـ B مع الزمن هيبقى B final ناقص B initial على الـ DT. ف نعوض ال N اللي هو 200 لفة، ال A اللي هو L تربيع 18 سنتي مربع، ال B final ناقص B initial نص ناقص صفر على الزمن 8 من 10، فالناتج هو سالب 4 فولت. مثال: ملف مساحته A موجود في منطقة مجال مغناطيسي يعبر عنه بالعلاقة B بتساوي B maximum E أس ناقص AT، وال A دي قيمة ثابتة. احسب الـ EMF، فالـ A بتساوي سالب دي فاي باي دي تي، الفاي بيساوي A في B اللي هو AB maximum E أس ناقص AT، تفاضلها مع الزمن T، الـ A والـ B maximum ثابت، تفاضل E أس ناقص AT بـ A E أس ناقص AT، والسالب هيمشي مع السالب، فالناتج هيبقى A small A capital B maximum E أس ناقص AT. موشنال اي ام اف، القوة الدفع الكهربية الحركية. لو في سلك موجود في منطقة مجال مغناطيسي للداخل بيتحرك بسرعة V لجهة اليمين، السلك ده طوله L، اللي هيحصل انه الالكترونات هتتأثر بقوة مغناطيسية واتجاهها الأسفل حسب قاعدة اليد اليمنى. لما تتكون إلكترونات للأسفل هتظهر شحنة موجبة لأعلى، فالإلكترون أو الشحنة السالبة هتبدأ في قوة كهربية تجذبها لأعلى، فالإلكترون هيكون قوة مغناطيسية بتجذبه الأسفل وقوة كهربية بتجذبه الأعلى، يفضل على الوضع ده لحد ما يوصل لحالة اتزان، والقوة الكهربية هتساوي القوة المغناطيسية، FE هتساوي FB. القوة الكهربية Q في E، قوة مغناطيسية Q في V في B، نقسم على Q نضرب في L طول السلك، تبقى ال L في E بتساوي L في V في B، ال L في E اللي هو DV فرق الجهد بيساوي L في V في B. يعني السلك اللي ماشي بسرعة V في منطقة مجال مغناطيسي عمودي وللداخل هيتكون على طرفيه فرق جهد قيمته L
في بي. ال ال الطول، ال في السرعة، وال بي قيمة المجال. لو أخذنا السلك المتحرك ده وحطيناه في دايرة كهربية في تلامس مع مقاومة، وهنا ده المجال المغناطيسي العمودي وللداخل، علشان نحرك السلك ده هيتحرك للخارج بقوة خارجية F applied، والسلك بيتحرك بسرعة V، طول السلك L، المسافة اللي بيتحركها X. الفيض المغناطيسي اللي موجود في الجزء الملف ده اللي هو B في A، ال A L في X. تغير الفيض بالنسبة للزمن هيبقى ال L ثابت، اللي بيتغير هنا ال X، تبقى B L DX by DT. DX by DT اللي هو السرعة، تغير المسافة بالنسبة للزمن، فال E هيساوي سالب B L V، القوة الدفعة الكهربية اللي هتتولد من حركة السلك في الدايرة. الرسمة دي ممكن نرسم لها رسمة تانية مكافأة ليها. ادي المقاومة، وبدل السلك المتحرك نقدر نحط بطارية قيمتها بي ال في حسب ما طلع عندنا هنا في المعادلة. التيار اللي بيمر في الدايرة بيساوي الاي على ار، اللي هو بي ال في على ار. الاف ابلايد هيساوي الاف بي، القوة المغناطيسية. القوة المغناطيسية هي نتيجة ان في تيار كهربي بيمر في سلك موجود في منطقة مجال مغناطيسي عمودي وللداخل، فحسب قاعة اليد اليمنى القوة المغناطيسية هتكون للجهة دي. فهنا الـ F A بيتساوي الـ F B، الـ F applied القوة الخارجية هتساوي القوة المغناطيسية، الاتنين هيساوي بعض لأنه السلك بيتحرك حركة منتظمة مدام السرعة ثابتة، فمحصلة القوة بتساوي صفر، يعني الـ F applied بتساوي الـ F B، والقوة F اللي هي بتساوي I في L في B. مثال: في applied force F applied تسبب منه سرعة V و power P، الفورس زادت نتج عنها ان ال V السرعة اصبحت 2 V، فايه اللي هيحصل في الفورس وفي الباور؟ هنعرف ان التيار المتولد بيساوي B L V على R، السرعة V نتج عنها تيار I، والتيار I نتج عنه F B اللي هي هتساوي ال F applied. الباور بيساوي ال F applied في V، دي الحالة الأولى. السرعة أصبحت الضعف، فبالتالي التيار هيكون الضعف، ولما التيار يكون الضعف فمعنى كده ان زيادة ال F applied هتكون الضعف، ومنها الباور هيساوي كان ال F في ال V، فال F هي 2F وال V هو 2V، فالباور المتولد هيكون 4P. فالإجابة الصحيحة هي C، انه بزيادة الفورس اللي خلى السرعة تكون الضعف، فكمان الفورس اللي هتكون 2F والباور 4P. مثال: سلك طوله L متثبت من نقطة من أعلى، بيلف بسرعة زاوية أوميجا في منطقة مجال مغناطيسي عمودي وللداخل B، احسب القوة الدفع الكهربية المتولدة. الـ E بتساوي ناقص B V L. لو أخذنا جزء صغير من السلك DR هينتج عنه قوة دفع كهربية DE، والV سرعة بتساوي أوميجا R، فإيه الكلية بتساوي التكامل B أوميجا R DR، والR قيمته بتتغير من 0 لL. البي والأوميجا ثابتة، هيتفضل في التكامل R DR، يعني بتساوي R تربيع على 2، نعوض بالزير والال، فالاي بتساوي سالب بي اوميجا ال تربيع على 2، او نقول بتساوي سالب نص بي اوميجا ال تربيع. اكسرسايز: مجال مغناطيسي بيتغير من 0 ل 1.5
تسلا في زمن 120 ملي سكند، احسب الـ EMF اللي متولدة في circular ring، حلقة دائرية نص قطرها 1.6 ملم. شكراً.